اهلا بحضراتكم من جديد. الامر ما وقفش عند ضرب الشعار، وهو مش ضرب شعار، هو ضرب منهج وضرب سبب للاستقرار. لانه دايما وابدا لما الناس بتقارن يقول لك ما هو الزمالك بيتحللوا مجالس والاهلي لا، اشمعنى؟ وكان الاهلي هو اللي بيحل مجلس اداره الزمالك، وكان خلافات نادي مسؤولي نادي الزمالك وانتخاباتهم وميزانياتهم واوضاعهم النادي الاهلي مسؤول عليها، لكن يتم الزج. ليه ده بيحصل هنا ما بيحصلش هنا؟ هنا ما بيحصلش هنا عشان فيه ده اللي انا حكيته. هو وانا في منهج حاكم، هو كابتن حسن زي ما الاستاذ انس الفقي قال، فعايز تضربه. عايز اكملها دي لان خدتني التفاصيل. اه انا كنت بحكيها لك لسبب. الكابتن حسن بقى لما تفاقم الامر وصل للجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه الدوليه والانتخابات وبند الثمان سنين، وكان خلافا قانونيا هاما. ايوه. واتقال ان ده لو انت طبقته باثر فوري او رجعي على النادي الاهلي هيبقى بيخرق نظام مهم. لو اي شكوى راحت للاتحاد الدولي النادي الاهلي يكسبها. انك انت تقول المجلس ده بالكامل ما ينزلش الانتخابات. ده ما حصل بعد كده. الكابتن حسن اتقال له كده، لو انت ما دعيتش للانتخابات محدش هيقدر يفرضها عليك. ايوه. اتقال له بفتوى من اللجنه الاولمبيه الدوليه. ما تعملش انتخابات لو انت مش عايز. فالكابتن حسن وانا شاهد على هذا ما حبش يخلي النادي في مشاكل. قال يا جماعه احنا لو دخلنا في خصومات ومشاكل وقضايا يبقى هنضطر نرفع، يبقى ده مش النادي الاهلي. هنضر النادي. ما نعمل انتخابات وانا بره. شوف التضحيه بقى فوق جميع هنا. انا ليه بحكي لك كل ده؟ آه. ده النموذج للحي، لان مصلحه النادي فوق جميع ابنائه قبل ما يتحل لهذا السبب. المجلس رغم هذا لم يحميه هذا الموقف من انه هذا المجلس ضحى بمصلحته عشان تبقى مصلحه الاهلي فوق الجميع من ابنائه. ده اللي انا كان نفسي يعني دي كانت الترجمه عليها الحقيقيه عمليا لهذا الشعار اللي مضايق الناس. ومش شعار، هو منهج، منهج حاكم للاهلي ومانع للاساءه اليه او منع لاي هزات. دليل دامغ ده يعني.